www.sudanesesongs.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتواصل لقائنا ويتواصل الطرب الأصيل والجلسة الفنية. جلسة ما منظور مسيلة، جلسة ما منظور مسيلة، جلسة ما منظور مسيلة، جلسة ما منظور مسيلة. إذن أستاذنا السرجدور، زي ما بضيف زمن عوامل متغير على أشياء كثيرة، أضاف تغيير كمان على الأغنية السودانية. نعم. وجاء زمن الغناء الخفيف. نعم. حتكلمنا عنه الليلة وتحكي لنا حكاية عنه. أينما جدوا الأعمال فات نواصل فيه، ولكن أحكي لكم برضو حكاية طريفة عن أغنية عملت مشكلة. هي الحبيب وين؟ قالوا لي سافر. الحبيب وين دي يعني تعتبر واحدة من أنجح الأغنيات الخفيفة اللي عمل الأستاذ الكاشف الله يرحمه. ولاحظوا حنشوف فيها حاجة غريبة، إنه في كثيرين من الناس بيهتموا بعملية الشعر في الغناء، بيفتكروا إنه الشعر لما يكون قوي ممكن ينجح الأغنية، فيبحثوا عن شعر قوي. لكن لو نظرنا إلى الحبيب وين هنلقى إنه كلامه بسيط جدا وما فيها يعني شعر ملفت. تأثرت باللحن. بسيط جدا، اللحن هو الأساس. شكلك ظريف، ايوه، ودمك خفيف، ايوه، وساكن بري الشريف، ايوه. لكن الغنى من بدايته الحبيب وين قالوا لي سافر، هو ده الاساس بتاع الاغنيه. لكن بعد كده اي كلام ممكن، ممكن الكاشف يغنيها لمده ساعه والناس يرقصوا لمده ساعه، يضيف ابيات فيها حسب موضوعها. هي اغنيه، هي غنى يعني مش شعر، هي ايقاع ولحن وطريقه اداء. فده يدينا يلفت نظرنا الى انه الغنى ليس هو الكلام، الغنى الكلام الخريطة بتاعت الغنى. انت دلوقتي لو جابوا لك خريطة بتاعت فيلا ما بتكون سكنتها، لا، انت عايز تبني وعايز تعمل الرخام وعايز تعمل تقييم الفيلا بتاعتك دي. لكن لو افتكرت بانه الخريطة دي الفيلا يبقى عقلك ترلملم. ايوه ترلملم. لا لا. اذا الحبيب وين بتدينا تدينا معلومة مهمة جدا بأنه فن الغنى فن ممكن يعتمد على أبسط الكلام وينجح. النجاح اللي حققته الحبيب وين نجاح غريب جدا، يعني حتى أستاذنا الكاشف ذاته مستغرب إيه الموضوع ده، حبيب وين الحبيب وين محل ما يمشي. نادي الأمير في عطبرة عامل حفلة، بيعمل حفلة كل سنة، حفلة يحييها كمية كبيرة من المطربين، يقدموا عبد العزيز لأن ابن المنطقة، وبعدين أحمد المصطفى العميد، وبعدين عثمان حسين، وبعدين التاج مصطفى عثمان الشفيع. حفلة حفلة، وتجي معاهم عاشة الفلاتية. المذيع يوم الحفلة قاعد يلف بالعربية، زمان السينمات بتلف بعربيات كارو، هنا حتى قدام سينما برمى الزمان عم سعيد كان بلف ويجي يقف قدام دار الرياضة من درمان عشان يعلن عن الفيلم، مشهور جدا. تطلع من دار الرياضة تشوف سينما برمى مع عمك سعيد، هناك في عطبرة برضو في عم سعيد برضو بلف. اليوم الكاشف يغني لكم الحبيب وين قالوا لي سافر. اليوم ابراهيم الكاشف في السينما يغني لكم الحبيب وين قالوا لي سافر. الدعاية كلها طول النهار على الكاشف جاي يغني الحبيب وين قالوا لي سافر. وكانت المفاجأة بأنه الكاشف ما جاء. ينزلوا الناس، نزلوا من القطر بتاع الساعة 5 السريع، الكاشف ما جاء. وبعدين بدأت الحفلة الساعة 7 والكاشف ما جاء، والدنيا ولعت، ناس الحفلة ناس الأمير قالوا يعني دي مشكلة، الناس يلحق يكسرون السينما، نحن دعايتنا كلها على الحبيب وين قالوا يسافر. يعني شوف طبعا الموبايلات الزمن داك ولا تلفونات ولا حاجات سريعة كده، وحتى لو في تلفون الكاشف يرجوهم يكلموه. فالمهم الأستاذ أحمد المصطفى قال يا جماعة حلها بسيط، واحد فينا يغني الحبيب وين لكن ما نقول الكاشف ما جاء، الجمهور بنفسه حيعرف إذا غنينا الحبيب وين إنه ما جاء. فواحد مننا بعد ما يكمل الفاصل بتاعه يغني الحبيب وين. فكرة الدعاية كانت أساسا للأغنية كمان. لا، بمعنى إنه
الجمهور اذا وقف احمد المصطفى غدا الحبيب وينجل ريس سافر هيعرف انه الكاسب ماجا، فعلى الاقل بيمتص جزء من الغضب ولا ما موضوع بينتهي كده. معناه كانوا معولين على الغنية كتير كمان. لا الغنية معموله لها دعايه، يعني الدعايه كلها معموله على 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 مش على الكاسب بس على الاغنيه بس الاغنيه باسمه هو. المهم قاموا اتفقوا، الشريعه قال بغنيها انا، جت تاج مصطفى قال لا اغنيها انا، فالمهم في الاخر اتفقوا انه يغنيها التاج مصطفى. وبعدين التاج طلع الوصله بتاعته ووصل عنده اغنيه كسره مشهوره مفروض يغنيها بدل اللي هي اسمها ايه؟ سادة لونه خمري قلبي حبه، سادة لونه خمري قلبي. المهم قاموا قالوا سادة لونه خمري دي غني بدلها الحبيب وين، وخلاص واقف وكمل الأغنية بتاعته وعايز يدخل في سادة لونه خمري قلبي حبه، لقى أبو خليل داخل له من الكواليس عايز ليه كده، استغرب فطوالي دخلوا طوالي الكاشف، طوالي دخل مع الفرقة الحبيب ورجع. بعد ما كمل الغناء وقالوا ده شنو ده، قال لهم والله فاتني مش فاتني الاكسبريس جيت في قطار البضاعة. نسمع هذه الاغنية ذات الذكرى الحبيب وين قالوا يسافر في بداية هذا الحبيب سادة لونك الخمري ألقاك يا حبي عن الكسرات نقول انه الكسرات استخدمت ايقاعات حديثه يعني السامبا ورومبا، وجايز نلقى اغلبها على الرومبا والسامبا، ما ندر فيها على التمتم، وده سببه بانه نشات في عصر كان فيه صالات، صاله اردن وصاله سان جيمس وحفلات بيحضروها الخواجات والمطربين السودانيين بيشاركوا فيها. و يعني انا اذكر احمد المصطفى وحسن عطيه والكاشف كانوا بغنوا في صاله غردون، وعثمان حسين والشفيع والتاج كانوا بيمشوا في سان جيمس يوم السبت ويوم الاحد. انا اتذكر كنت في مشيت لندن في رحله في انجليز عجايز زينا كده اتلموا جابوا مطرب سوداني طلبوا منه انه يغني لهم كسره بتاعت احمد المصطفى اللي هي رحماك يا ملاك، عشان دايرين يرقصوا فيها واستعادوا بها ذكرياتهم وكده. فالشاهد انه الاغنيه استخدمت حتى الغنى الثقيل استخدم الفالس، صحيح التانجو ما استخدمناه كثير لكن استخدمنا الفالس غنى به كثير، الامين علي سليمان غنى فالس والفلاتيه غنت فالس والكاشف وحسن كلهم غنوا في ايقاع الفالس. برضو كان له سبب بوجود الناس المستمع الاجنبي الموجود معنا. ولكن إذا رجعنا إلى الكسرة نقول إنه زي ما كرومة أعلن استقلال دولة الغناء عن دولة المديح، إبراهيم عوض أعلن استقلال الكسرة عن الأغنية الثقيلة، بمعنى إنه بقى الكسرة نفسها تحولت إلى أغنية سميناها صحيح أحمد مصطفى سبق يغني اغنيات خفيفه يبدا باغنيه ثقيله لكن بعد كده يستمر في الغناء الخفيف الى اما تنتهي الحفله. ابراهيم عوض نفسه بدا بسمه الايام وبدا انفاس الزهر واغنيات برضو على النمط القديم الثقيل، لكن في الاخر بعد ما عمل طاهر ابراهيم ابيت الناس وبيت خلاني، ودي اغنيه برضو يعني تكاد تكون عملت لابراهيم عوض ما عملته الحبيب وين للكشف، يعني نقلته
نقلة كبيرة من عبد الرحمن الريح إلى حاجة جديدة اللي هي الأجواء بتاعت الشباب وبتاعت الطاهر إبراهيم. يا جمال الدنيا أنا برضه. ها؟ يا جمال الدنيا. ويعني يا جمال الدنيا أنا دي جات في فترة، أنا أقصد الأغنية التاريخية اللي اتنقل بها. يعني إبراهيم عوض اتنقل من بسمة الأيام طوالي لما جات أبيت الناس لقينا قدامنا مطرب. وطبعا إبراهيم عوض يا شبابنا أهم حاجة إنه ميلاده يشبه ميلاد عبد الحليم حافظ، ده جمع الثورة المصرية، ده جمع بداية الحكم الوطني، فالاثنين المجتمع قابلهم وكأنه بيحلم معهم، فده أداه الزمن مؤثر على المطرب. يعني ممكن الزمن اللي بتظهر فيه الظرف اللي بيظهر فيه المطرب ممكن يا مليك نجاح كبير جدا. يمكن ده يكون محور سؤال استاذ سر، انه هل مزاج المستمع كان متحكم في التغيير ده؟ انه مطالب بغنى خفيف زي حسب ما اسمع اغاني الخفيفه واغاني الشباب وكده، هل كان مزاج المستمع هو اللي متحكم في انه يغيره؟ لا، الجو العام هو ما جزء من المجتمع، مش ما في ذول بيطالبوا، ما هو واحد منهم، ما هو واحد من الشباب. نعم، والطاهر ابراهيم واحد من الشباب، اذا الشباب كلهم شعري بأنهم ينتقلوا من عصر الاستعمار إلى عصر الاستقلال، إذا بينتقلوا إلى عصر جديد وعندهم روح جديدة عبروا عنها بدون ما يقول لهم. يعني أنت عم تفتكري المطرب ما جزء من الناس، ما جزء أكيد منهم أكيد، الملحن جزء أكيد منهم، كلهم زي بعض، هو عبر عن نفسه بصدق فكان بيعبر عنهم بصدق. واستمرت رحلة إبراهيم عوض ويعني حقق نجاح للأغنية الخفيفة ومع الطاهر إبراهيم برضو، ومن أجمل ما غنوا مع بعض لو بعدي برضيه وشدايا أمه أصبر خليه الأيام بتقول. بس يا قلبي خليني كل لحظة مبكيني وما له قصدك تتعزى وبعذابك تفنيني زاد حبك نساني شواقي وحنيني لا 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 خليه الأيام توريه. يا سلام، أنا عايزكم تقولوا منها مقطعين عشان تصيروها يعني واصل بالله يا أستاذ محمدية. يا ظالم عشرتنا الطويلة ودنا الليلة أمالنا وأحلامنا ناسيتها في ليلة. عشرتنا الطويلة عشرتنا يا حليلة أمالنا وأحلامنا ناسيتها في ليلة. كيفك بالعواطف والعادل دليلة وعدي بيرضيه شقايب هنيه وعدي بيرضيه شقايب هنيه.
خليه الأيام. أحسنتم يا شباب. طيب من إبراهيم عوض عايزين نقول على مطرب كبير تاني يعني بقى جزء من تراث الغناء الخفيف. وفي مطربين اتدرجوا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في الزمان القديم، ولكن في مطربين من الأول قعدوا في الصف الأول يعني من أغنية واحدة. يعني أنا بتذكر زمان رمضان حسن لما غنى افتتان طوال الناس عدوا صف أول، عبد الكريم الكابلي لما ظهر وجوقف في المسرح غنى آسيا وإفريقيا وأوبريت مروي ماشي الصف أول طوالي. من هؤلاء فنان صلاح مصطفى ظهر في بداية الستينات وظهر طوالي كفنان أول، يعني ما لم يتدرج لأنه قدم غناء خفيف متميز وارتبط بمجموعة من الشعراء الجدد المجددين. من هؤلاء صديقي عبد الله النجيب أحييه من هذا المكان، ومنهم الشاعر محجوب سراج، شاعر مبدع جدا قدم لصلاح مصطفى مجموعة من الأغنيات تعتبر برضو علامات في تطور الأغنية الخفيفة. ومن هذه الأغنيات إيه؟ الماضي والحاضر. الماضي والحاضر اسمع نعم. من هذا تذكر غرام في ماضيك البعيد، انت لو فكرت تذكر غرامك تنسى ماضيك البعيد. وردي زيك كنت عاشق، وردي زيك كنت عاشق، وكانت ايام عمري عيد. قلبي كم روي
يوم سقيتك مهر حبي.
لكم يا شباب احسنتم باغنيه الماضي والحاضر. حنختم حلقتنا الليله ويتواصل ان شاء الله الطرب الاصيل من خلال حلقه جديده. دمتم بألف